مختلف بسبب تقنية المعلومات والاتصالات. ثانيا أننا نعيش في عالم أصبح فيه الاقتصاد أكثر أثرا على كل شيء، سواء كان على السياسة والقرار السياسي وكذلك على المواطن وعلى المجتمع. في ذلك الوقت كانت القضية محصورة بقرار يمكن أن يصدره الفيدرال ريزيرف بورد. الآن هنالك فيدرال ريزيرف بوردز إذا صح التعبير، وهي الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الصيني، اتحادات كل هذه المؤسسات العالمية الكبرى. وبالمناسبة يعني تقرير لصندوق النقد الدولي، وصندوق النقد الدولي ليس بعيد عن السياسة الأمريكية وعن التأثير الأمريكي، يقول أن مستقبل العالم هو للدول الأكبر سكانا، لأنها أقدر على إنتاج، وهذا الفرق بين الماضي والحاضر. الإنتاج إنتاجيتها أكبر، وبالتالي اقتصادها أكبر، وبالتالي أثرها السياسي أكبر. فنحن أمام عالم متغير لا يختلف كليا عن الأزمة الماضية. المشكلة الحالية أيضا أن كان عندك مركز واحد وعالم واحد وبنك واحد هو اللي يقرض الدنيا. الآن إذا نظرت إلى شبكة القروض الأوروبية تجد فيها مثل بيت العنكبوت، الدول مقرضة بعضها وكلها مدينة لبعضها. يعني أنا مقرضك وأنت مدين لي، وأنت مقرض للآخر وهو مدين لي، وإلى آخره. شبكة متصلة من الديون لا يمكن فكها، في حين أنه في السابق في الأزمة السابقة كان في مقرض واحد ومعلم واحد اسمه أمريكا. إذن في السابق ربما استطاعوا حل الأزمة بطرق معينة، والطرق الأخرى بالتأكيد فشلت، لكن هل هناك طرق لحل الأزمة الحالية؟ الأزمة للدول الغربية. نعم، بالنسبة للدول الغربية، وأنا أشكرك بأنه نركز، لأنه لا أريد أن نقع أمام وهم ونتخبأ وراء أن هنالك أزمة مالية عالمية. الصين كما أنا قلت منذ مدة أنها ستستفيد من هذه الأزمة ليزيد نموها، الهند كذلك، البرازيل، روسيا، البرازيل. دول عديدة في العالم، ونحن الحمد لله منها في مجلس التعاون. العالم سيصبح تكتل جديد فيه اسمه تكتل الدول الفائض. أيضا القوة لم تعد فقط في قوة الاقتصاد، هنالك قوة جديدة اسمها قوة الفائض السيادي، وممكن أن نتكلم عنه لاحقا. إنما ما أريد أن أقوله أننا الآن فيما يخص الأزمة هذه، القروض الموجودة بين الدول الأوروبية، وأنا أريد أن أوضح هنا الفرق بين الأزمة في أوروبا والأزمة في أمريكا. أمريكا مشكلتها عم تحلها لأنها عم تطبع دولارات، الماكنة الدولارات عم تطبع. أوروبا لا تستطيع أن تطبع يورو، لأن هنالك عدة دول لا يناسبها ذلك. القرار لا يمكن اتخاذه في أوروبا بطبع اليورو دون أن يكون له سند. في أمريكا في قرار اطبعه، ولذلك تجد أن السيولة المتوفرة وطباعة العملة تغطي على إلى قدر كبير على الأزمة الاقتصادية. أما في أوروبا في ألمانيا تقول لك لا تطبع، لأني أنا عضو في اليورو، وأنا لا يناسبني أن تطبع عملة بدون تغطية، وبالتالي أنا أتحمل نتائجها فيما بعد. فأوروبا تعاني من مشكلة أنها ليست عملة القياس الوحيدة في العالم كما هو الدولار، الذي أصبح بعد بريتن وود أصبح عملة القياس الوحيدة وكل العملات تقاس عليه، وأن هنالك صانع قرار واحد يستطيع أن يقمر بطباعة أي كمية منه وينزلها إلى الأسواق. فهذا فرق أساسي بين المشكلة في أوروبا والمشكلة في أمريكا. طيب بشكل سريع، يعني ذكرت قبل قليل 10 سنوات توقعاتكم، مرت منها 3 سنوات، هل تعتقد أن ستستمر لعشر سنوات، مصر على 10 سنوات في الدول الغربية، أم سنرى آثارها على دول أخرى أيضا؟ أنا أقول مع الأسف وبألم إحنا، لأنه لا يناسبنا أن ينهار الاقتصاد الغربي أو يتأثر، يعني العالم كله مرتبط مصالحه مع بعض. ولكن أنا أقول اليوم بعد 3 سنوات أن الأزمة ستزداد صعوبة في السنوات القادمة، وليست هي في طريقها إلى الحل أبدا. على من؟ على الغرب؟ على الغرب. طيب هلأ فيما يخص الدول الأخرى سنتأثر فيها بدرجات متفاوتة، يعتمد على وضعنا. إذا كنت أنت مستورد أو كنت أنت مصدر، إذا كنت عندك تقنية أو ليس عندك تقنية، إذا كان عندك اكتفائي أو ليس عندك اكتفاء ذاتي. بالتأكيد أنا بنتحدث عن دكتور طلال، لكن باخذ معك فاصل تواصل معك إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، فاصل تواصل معكم بإذن الله.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، تواصل معاكم مع ضيفي الدكتور طلال ابو غزاله. دكتور، احنا بنفصل شوي عبر الحلقه هذه عن الدول، نبدا باوروبا. يعني باوروبا ازمه الديون الاوروبيه او السياديه، هل بطريقها للحل ام الطريق مسدود؟ هي بطريقها الى التازم. نحن لم نرى الأسوأ في الأزمة الأوروبية، أنا سنرى الأسوأ عندما يغطس الاقتصاد الإيطالي وهو في طريقه إلى ذلك. يعني المشكلة في انهيار أو إفلاس أو سمه ما تسمه اليونان هو مشكلة سهلة نزهة بالنسبة لأثر أزمة على إيطاليا، وإيطاليا مقبلة على هذه الأزمة دون أي أدنى شك. إيطاليا اقتصاد من الاقتصاد الخمس الأكبر في العالم، ولذلك أو ما يسمى كان المجموعة الخمس الكبار أو جي 7 إذا أردت أن تسميهم. فإذا الآن النقطة الفاصلة في نظري ستكون عندما تواجه إيطاليا أزمة تسديد وأزمة سيولة وأزمة اقتصاد حقيقية، وهي قادمة وهذه السنة. هنا يكون حجم المديونيات وحجم الالتزامات المتبادلة في أوروبا. وأنا كما قلت مشكلة شبكة القروض الأوروبية أن مفلس يقرض مفلس، كل الدول الأوروبية مقرضة بعض وكلها مستدينة من بعض، فكلها تحتاج إلى كليرنس. وإذا كنا بنفكر نحلم، وأنا قلت الكلام لبعض صانعي القرار الأوروبيين، إن يجب أن نخلق حل نظري، ربما يكون حلم ولكن مرات الأحلام هي حقيقة، بأن نعمل كأنه بنك تسويات فيما بين القروض والبنوك الأوروبية، وهذا بده قرار سياسي، لنقتطع الديون المتبادلة ونصفها على الديون الحقيقية. لأنه أنا إذا أقرضتك مليون وأقرضتني مليون ونص، الدين الحقيقي هو نص. إحنا اشطب المليون اللي تبيه مني واشطب مليون اللي ابيه منك، بضل نص. ولكن المشكله ان هذه الديون ليست ديون دول الى بعضها، ديون بنوك. فالبنك في الدوله هذه قد لا يوافق على هذا الاقتراح في بنك في دوله اخرى. لكن عفوا، هل ازمه الديون الاوروبيه قابله للحل ام لا؟ غير قابله للحل نهائيا، ستحتاج الى فتره طويله من تعافي الاقتصاد. يعني ما هو يجب ان ندرك ان خذ مؤسسه، كيف اي مؤسسه تسدد ديونها؟ عندما يصبح عندها انتاج وارباح وتتعافى اقتصاديا. اما انه تسدد ديونها من وين؟ من الاقتراض. ما يحصل حاليا هو ان هذه الدول التي تعاني من الازمه تقترض لحل الازمه، مما يزيد الازمه ليس فقط دينا بل فائده وخدمه للدين. وهذه مشكله الدول المقترضه دائما. طيب، من أسباب تعقد مثل الديون الأوروبية يعني الخلاف الفرنسي الألماني كما تعلم حول كيفية الحل. في البداية طبعا قبل أشهر قليلة كان خلاف حول الإنفاق من أجل النمو الذي تبناه ساركوزي ورفضته ميركل، وبعد ذلك جاء أولاند، أصبح الخلاف الفرنسي الألماني حول آلية الرقابة على البنوك الأوروبية. هل تعتقد أن الاتفاق الألماني الفرنسي قادر بالوصول الى بر الامان؟ ما يفرق بين السياسة الامريكية الالمانية والفرنسية اكثر مما يجمعها. يعني الموضوع ليس فقط ببساطة هذا الحصر في خلاف واحد، لان المانيا تدرك ان الدول الاوروبية كلها تنظر لها كقاطرة لانقاذها من الازمة، وهي تعتبر ان ذلك يعني اسقاطها في الازمة لينجو الاخرين، وهي ترفض ذلك. الان نحن أمام عدة خلافات بين أوروبا بين الدول الأوروبية، وبالذات الاقتصادين من بين الثلاثة الأكبر. احنا دائما نستثني إيطاليا لأنه